السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله من بروج العقارية. اليوم معنا أحد أفضل المشاريع الموجودة في مدينة اسطنبول وهو أفينيو اسطنبول. اليوم راح نتكلم عن مشروع. المشروع يقع في منطقة بيلقدوزو على مساحة 31,000 متر مربع، طبعا يقع على أحد أهم خطوط المواصلات في مدينة اسطنبول وهو الإيبيش. يوجد في الإيبيش أسرع وسيلة مواصلات في اسطنبول وهو المتروبوس. جميع الشقق المشروع مطلة على البحر من جميع الاتجاهات. المشروع مكون من برجين ملتصقين وأيضا برجين منفصلين، كل برج 21 طابق بإجمالي شقق 510 شقة، بالإضافة أنه يحتوي المشروع على 172 محل تجاري تخدم المشروع، بالإضافة يوجد في المشروع مول تجاري 3 طوابق وأيضا مكاتب شركات، وأيضا يوجد سينما ونادي صحي. طبعا النماذج الموجودة في المشروع هي عبارة عن 1+1 و2+1 و3+1، وأيضا يوجد نمط اللي هو 6+1 اللي هي الدبلوكس في أعلى الأبراج في آخر الأدوار. طبعا المشروع يحتوي على مساحات خضراء وممرات مائية وأيضا إطلالات داخلية رائعة. تعالوا معنا نشوف الشقة النموذجية للمجمع. وصلنا معكم إلى الشقة النموذجية للمشروع. طبعا الشقة هي نموذج ل2+1 بمساحة 157 متر مربع. أول ما ندخل على يدنا اليمين موجود خزانة التخزين وتعليق الملابس زي ما أنتم شايفين. على يدنا اليسار هنا موجود المطبخ. المطبخ طبعا يسلم بهذا الجودة بالدواليب المطبخ زي ما انتم شايفين، بالإضافة للغاز الكهربائي وبالإضافة لشفاط الهواء وبالإضافة لغسالة الصحون. ننتقل بعد ذلك إلى غرفة الجلوس بمساحة 26 متر مربع. طبعا غرفة الجلوس ما شاء الله زي ما انتم شايفين واسعة، أيضا لها منفذ على البلكونة. البلكونة طبعا بمساحة 6 متر مربع. أيضا يسلم في الشقة عدد 2 مكيف، واحد في غرفة الجلوس والآخر في الغرفة الرئيسية راح نشوفه الآن. طبعا هنا الممر المؤدي إلى الغرف. على يدنا اليمين هنا يجي الحمام الأول زي ما انتم شايفين. الحمام يحتوي على مغسلة بالإضافة إلى كرسي الحمام بالإضافة إلى الشاور. هنا طبعا غرفة الغسيل يوجد فيها أماكن للغسالة والنشافة بالإضافة إلى رفوف للتصفيط. هذه الغرفة غرفة الأولى، غرفة الأطفال بمساحة 3 متر في 4 متر زي ما انتم شايفين. وأخيرا غرفة الماستر روم هي اللي تحتوي على دورة المياه الخاصة فيها، طبعا بمساحة جدا جيدة بأرفف مساحة للملابس زي ما انتم شايفين، والحمام الخاص فيها. أيضا المكيف موجود في غرفة النوم، بالإضافة أنه في أيضا بلكونة خاصة في غرفة النوم. طبعا هذه الشقة النموذجية 2+1 في المجمع. في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون المشروع نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. جميع معلومات الفيديو والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.